يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من ألمانيا أسلمت وتريد الزواج والهجرة إلى هذه البلاد، لكن والديها الكافرين لا يريدان ذلك، فهل تطيعهما في ذلك؟ لا يريدان أن تهاجر إلى هذه البلاد وأن تتزوج. لا تطيعهما في ذلك، لا تطيعهما في معصية الله ترك الهجرة ولا في ترك الزواج. نعم.